أهلا بكم في أعرف. إذا كنت عائدا من العمل وتشعر بالإرهاق الشديد ووجدت أمامك مجموعة من حبات عين الجمل، ماذا ستفعل بها؟ هل ستأكلها؟ في الحقيقة سيكون تناولها هو أفضل حل بالنسبة لك، لأنك إذا تناولت حبات عين الجمل كل يوم ستحظى بكل أنواع الطاقة الإيجابية في حياتك. فدعونا اليوم نتعرف معا على أهم فوائد تناول عين الجمل يوميا. تابعونا. 1. يقلل من تساقط الشعر. يتسبب الشعر الصحي في جعل صاحبه واثقاً بنفسه وأكثر جمالاً، سواء كان رجلاً أم امرأة. فعندما نرى تساقط شعرنا أثناء الاستحمام نشعر أن العالم بأجمعه قد تآمر علينا، ولكن لا تقلق، لأن الأبحاث قد أثبتت أن تناول حبتين من عين الجمل يومياً سيقلل تساقط الشعر تماماً، حيث يشتمل على مادة السيلينيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم لوظائفه الهامة. ويدعي الخبراء أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نسبة كافية من السيلينيوم يعانون أكثر من غيرهم من الصلع. 2. نمو الشعر بشكل أقوى وأسرع. يمتلك عين الجمل خصائص أخرى مدهشة مثل البيوتين، ولا تساعد هذه المادة على الحد من تساقط الشعر فقط، وإنما تحفزه على النمو بشكل أقوى وأسرع، ويحدث ذلك نتيجة تحفيزها لإنتاج مادة الكيراتين في الشعر، وهذا هو السبب الذي يجعل شعرك أكثر نعومة وغزارة بعد تناول عين الجمل لفترة ما. 3. أظافر أكثر قوة. إذا كنت تتناول عين الجمل لتضمن شعراً أفضل، فعليك أيضاً أن تضمن أظافر أكثر قوة ومتانة. وبمعنى آخر، إذا كانت أظافرك ضعيفة وتنكسر دائماً قبل أن تنمو حتى، تناول حفنة من عين الجمل يومياً وسوف ترى فرقاً مدهشاً. 4. بشرة متألقة ومشعة. يساعد عين الجمل الجسم على محاربة التغيرات الجذرية به، وهذه التغيرات تحدث بسبب تناول وجبات غير صحية وعدم الاهتمام بالرياضة، مما ينتج عنه نقص في إنتاج الكولاجين بالجسم. فتخيل معي جسدك عندما يملأه الكولاجين ومدى جماله ونعومته ونضارته، والآن تخيل تلك التغيرات التي تحدث بسبب نقص الكولاجين، والتي ستجعل البشرة تبدو شاحبة ومطفأة وباهتة. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عين الجمل بغزارة على التخلص من كافة التغيرات وتحفيز الكولاجين في الجسم، لتجد بشرتك عادت لامعة ومشرقة مثل ما كانت. 5. الوقاية من البرد والإنفلونزا. مثلما تساعد مادة السيلينيوم على تقوية الشعر ونموه، فهي أيضاً تساعد على تقوية الجسم وزيادة مناعته. ويعد البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض التي تنتقل إلينا عن طريق العدوى البسيطة الآتية من مسك مقبض الباب أو نافذة الحافلة أو حتى صنبور المياه بالحمامات العامة. لذلك يجب عليك تناول حفنة من عين الجمل كل يوم لتضمن لنفسك حياة خالية من البرد والإنفلونزا. 6. زيادة التركيز. وفقاً لدراسة جامعة هارفارد، فإن تناول عين الجمل كل يوم يزيد وينمي من الأداء المعرفي، وبمعنى آخر فهو يحفز عقلك على تخزين المعلومات وإدراكها إدراكاً جيداً. والأكثر أهمية من ذلك أنه يمكنك من التركيز على مهمة واحدة لمدة طويلة دون تشتيت، وهو يساعد أيضاً في حماية المخ من التدهور على المدى الطويل بعد التقدم في العمر. 7. تحفيز الحالة المزاجية الجيدة. يعد عين الجمل من الأغذية الغنية بأوميغا 3، ووفقاً لدراسة أجراها الخبراء في جامعة كامبريدج، فإن الأشخاص الذين لا يمتلكون نسبة كافية من الأوميغا 3 في جسدهم يميلون إلى الحزن والقلق والاكتئاب، والسبب في ذلك هو أن مخنا ينتج هرمون يسمى بهرمون السيروتونين، والذي يعد مسؤولاً عن التحكم بالقلق وإثارة السعادة وتحسين الحالة المزاجية. وبالتالي عندما لا ينتج المخ كمية كافية من هذا الهرمون، فإنه ينتج ما عكس ذلك، أي المشاعر السلبية والتقلبات المزاجية والاكتئاب. وتساعد الأوميغا 3 المخ في إفراز هذا الهرمون بكميات أكثر ليتخلص من كافة المشاعر السلبية المحيطة به. 8. فقدان الوزن.
إذا كنت تتناول 5 حبات من عين الجمل في اليوم، فعلى الأغلب أن تحظى بحوالي 150 سعر حراري. ولكن لا تقلق، لأن الدراسات قد أثبتت أن الجسم لا يمتص سوى 21% من هذه السعرات الحرارية. والأهم من ذلك أنك تشعر بالشبع لفترة أطول وتفقد شهيتك شيئاً فشيء، وبالتالي تخسر في الوزن. كما أن الدراسات قد أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون عصائر محتوية على عين الجمل لا يتناولون الوجبات السريعة بنفس معدل من لا يتناولونه. لذا إذا أردت أن تفقد وزنك أكثر، عليك أن تستبدل رقائق البطاطس التي تتناولها بحفنة من حبات عين الجمل اللذيذة والمفيدة. 9. تمرينات رياضية أسهل. إذا كنت من محبي ممارسة الرياضة باستمرار، فمن المؤكد أنك ستبدأ في تناول عين الجمل من الآن، حيث إنه يشتمل على كميات هائلة من المغنيسيوم، والذي يعد عنصراً هاماً جداً فيما يتعلق بأداء التمارين الرياضية. فعندما تمارس التمارين الرياضية، يحتاج جسدك إلى مزيد من المغنيسيوم مقارنة بما يحتاجه أثناء المكوث ومشاهدة التلفاز على سبيل المثال، حيث يعمل على نقل الدم بغزارة إلى العضلات لتسخين الجسم أكثر وتحفيزه على بذل جهد أكثر. لذا إذا تناولت حفنة من حبات عين الجمل قبل التمرين، فلن تشعر بعده بألم في العضلات أو المفاصل. 10. اكتساب الفيتامينات الأساسية والعناصر الغذائية الأخرى. يعد عين الجمل مصدراً غنياً بكافة الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك لأنه يشتمل على 65% من الدهون الصحية و 15% من البروتين، ويشتمل على نسبة قليلة جداً من الكربوهيدرات، حتى أن تلك النسبة يتكون معظمها من الألياف المفيدة جداً للجهاز الهضمي. ولكن يجب عليك أن تتناول عين الجمل بشكل معتدل، أي لا تزيد عن 5 حبات في اليوم، ويكفي فقط أن تتناوله خلال 5 أيام في الأسبوع. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.